شو اسمك الرباعي اول شيء؟ جهاد فوزي محمد الحمايدي. انت مسؤول ايش؟ مسؤول فصيل. مسؤول فصيل؟ فوين؟ الشبوره رفع. اسمك الرباعي يحيى؟ يحيى ماجد صبري سويدان. من وين انت؟ مصيرات. مصيرات يعني؟ غزه. غزه. وظيفتك شو كانت؟ اخ كنت انا في حماس. زمره؟ في القسام قال زمره. شو اسمك الرباعي؟ احمد نايم. احمد ابو خنين. منين انت؟ من اي منطقه؟ من غزه الدرج. شو اسمك الرباعي؟ مهند ياسر زايد ابو رزين. من اي منطقه انت ساكن؟ الشبوره. حسين محمد المجدلاوي. وين ساكن؟ من صراط. لاي منظمه انت تابع؟ حماس. شو اسمك الرباعي؟ حمزه محمد ابراهيم الزرقاء. حمزه محمد ابراهيم الزرقاء. وين انت؟ من غزه. من غزه. لأي منظمة شو تابع؟ شو نشيط ايش انت؟ حماس. فايش في حماس؟ القسام. قسام النخبة. نخبة. شو مهمتكم بالضبط كانت تعملها؟ اقتحام موقع صوب العسكري. وغير الموقع في كمان كانت مهمة؟ كيبوتس وما رحنا الأصل نروح يعني بعد بيومين بيوم أو يومين زي هيك. هو مدنيين في ذاك الوقت؟ هو التعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال. الأسر أسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال. قتل الرجال يعني المدنيين؟ الشباب. الشباب. الشباب مدنيين؟ ما مدني عسكري زي هيك. الحين وصلنا على الحدود، رحتنا على بئيري. بئيري شو تعمل هناك؟ السيطرة كان. قولي شو المهمة كانت تبعتكم؟ خطف يعني. زي كذا. خطف أسر من كفر عزة؟ لما أحكوا لكم يعني قتل وأسر منتو رايحين على مستوطنة فيها مدنيين، عارفين هذا الشيء. مين قال لكم يعني من القيادة اقتلوا المدنيين؟ احنا اللي كان يحكي لنا محمد ناهض البطش مسؤول المجموعة. شو قال لكم؟ قالنا احنا مهمتنا كفر عزة، بدنا نقتل بدنا نقدر نخطف زي كده يعني. يقول لي المهمة تبعتكم شو كانت بالضبط لما طلعتوا؟ اللي هو السيطرة على موقع صوفا. السيطرة شو تعملوا؟ السيطرة ايش تبعتكم؟ مركز فين؟ شو تعملوا في اللي موجودين؟ هو تسيطر عليهم. تقتل يعني. اجت تعليمات واحنا غاد لمسؤول الفصيل من قائد السرية قال له اخطف لي. لما دخلنا كان الصبح في داخلين نخبة وبعديها كمان نخبة داخلين. احنا كان داخلين ناخذ أسرة ونقعدوا البيوت. سلامة بالبيت في وقت التقينا جمعنا عنده كلم ابو زيد. ابو زيد قال له طهروا البيوت واخطفوا قد ما تقدروا أسرة، لانه في غزة اللي باخذ أسرة له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ تو شقة منزل بيت 10,000 دولار. اللي بجيب كل أسير باخذ شقة ومنزل؟ مين قال لكم اياها هاي؟ بده كانوا يحكوها في القسام يعني. القسام اللي واقف القسام قال لكم كل اسير بتجيبوه بتاخذوا شقه؟ لانه هم بدهم اسره، بدهم ياخذوا اقدر ممكن اسره، فهم هدفهم من الدخول اصلا انهم ياخذوا اسره. شو المهمه تبعتك كانت؟ اقتحام. تعملوا وين؟ لفر عزه. شو تعملوا؟ نطهرها ونسيطر عليها. شو يعني التطهير؟ نفضيها. من ايش؟ من الناس. تخطفوا ولا ايش؟ ما قطفناش احنا يعني. ايش بس قتل؟ انفض الضوء. وشو عمل القسام إهباري؟ قتل. مين قتل؟ مدنيين. دخلوا اثنين على البيت، ضل في غرفة في الوجه مسكرة، طخ على الباب صار في صوت جوا، دخلوا كمان اثنين، كان في واحد مرمي على الباب زوامية، كان في دم جنبه طبعا، كان في جوا زلمة مصاب، وأنا متوقع أنها عائلة كاملة. عائلة كاملة. لبس عادي يعني، لبس منزلي يعني. أوه. اللي زلمة المصاب كان لابس كلسون، وطلعت مرأة لابس فستان، فستان عادي يعني فستان بيت، والتاني برضو كمان لابس فستان، وفي ولد وبنت. فإحنا مشينا يسار وفي بيت هناك، طلعوا منه مرأة يعني ختيارة، غطوها. إنه هذول الشباب اللي كانوا معك استعملوا العيلة هاي كذراع بشري. إيه طيب احكي لي في لما كنتوا في كفر عزة شو عملتوا بالضبط انتوا اللي كانوا معك؟ دخلنا اول دار
بعدين الدار كانت المرة طخ حمزة على باب الدار. واللي المرة لما شفتها يعني شو شفت عليها؟ شفتها أنا مرمية بس ما قربتش منها يعني. طلع الكلب تبعها بالشارع طخيته أنا. بعدها كان في واحد في الجنينة. المدني هذا اللي كتبته كان معه سلاح؟ لا لا. كم طلقة ضربت عليه؟ اثنين لثلاثة. فوين الطلقات ضربته؟ عن منطقة الصدر. منطقة الصدر. وبعد هيك؟ بعد كده قعدنا نلفلف بالدور، في دارين أظن عملنا فيهم حريقة حرايق. احكي لي شو عملتوا في المستوطنة البيئية وكيف كنتوا تطهروا البيوت؟ أول ما دخلت صح، أول ما دخلت المستوطنة شفت اثنين عفزبة كانوا ماخذين مرأة من عمرها من 60 ل 65 سنة عفزبة. ماخذينها لوين؟ لغزة. بعد ما كتبوا المستوطنة الاثنين سليمان كرم النخبة جابوا واحد تقريبا عمره 40 ل 45 سنة، زلمة لونه قمحي شوي ومش طويل كتير، أخذوا عماد أبو الحروج وضلوا طالع فيه. طالع فيه ولوين أخذوه؟ على غزة. واحنا راجعين وراء كانوا طالعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة. شو عملتوا في البنت؟ هذه البنت وقفت صوروا معها سيلفي، كانوا يقولوا فيت كانوا يقولوا تخوها في، قال لا ما تخوهاش خذوها أسيرة وتصوروا معها. في واحدة تصور معها سيلفي وركبها على الفيسبوك في بيت قدمنا عليه كلنا. أجا تبع الهندسة اللي هو تمه على جنبه بنظارات ما بعرفش اسمه برضه ما بعرف شكله، جاب عبوتين مسطرة وعبوه بربشيه وفجر الشباك، فتح شباك نتفة صغيرة، جاب حديدة صار يفتح الشباك في الحديدة اللي هو صار يطلق عليهم من جوا نار، يعني رموا عليه قنبلتين انفجر، أربع قنابل، تنتين انفجرنش وتنتين انفجر. وقتلوه؟ آه. شو عملت؟ طخينا على الشبابيك والأبواب. ومين طخيت هناك؟ طخيت مرة كبيرة. هي كانت قبالك ولا ايش فاهمني؟ تفاجأت فيها طخيت. وين الطلقة طبت فيها؟ في كتفها. أي وشو صار فيها؟ وقعت. شو عملتوا كمان في الدور؟ ولعنا دار كن ضرين ولعنا. والدار اللي في جنبكم مين ولعها؟ محمد بصل. انت قتلت كم واحد؟ واحدة. شو كمان قتلته؟ وواحد محمد بصل قتل واحد. مين الواحد هذا؟ كان 40 سنة. شو كان بيعمل؟ كان برش مية. كان معه سلاح الزلمة؟ لا 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 هو تفاجئ فيه. مدني؟ كان في جثة على الأرض باب البيت مطخوخة يمكن طلقتين أو ثلاثة في الرأس، رأس انفجر يعني، وفي طلقات في الصدر من فوق طخت عليها طلقة في ظهرها. كم طلقة ضربت عليها هون؟ طلقة واحدة على هذا وطلقة هذاك في الرجل اليمين. بعد ما طخت صار زعق علي سلام يقول ليش طخيت هذول جثتك ضيعش طلقاتك عفوا طلقة. زعل عليك عشانك ضيعت الطلقات. إيه. كان بدك شو كان بده تستعمل الطلقات ضد المدنيين؟ اقتل بده يعني. سكروا الباب اللي جوا الغرفة حصنة عندين لفة صار طلع برا عماد ابو عبيدة صار يقولوا في يهود هان في يهود ايش، وكان الشباك مسكر حديد صار يقولوا لهم افتحوا اطلعوا افتحوا ما رضيوش كانوا خايفين، جابوا عبوة مسطرة حطوها على الشباك وفجروا الشباك فتح نتفة صغيرة صار يولعوا، اجا واحد صار يولع قطع قماش بداخلها يقول انه منخنقوا من الدخنة، البنت خافت وفتحت الشباك. بعدين اجا واحد من الجنب حافظ شكله بس بعرفش اسمه صار يزعق قتلوا اطفالنا وقتلوا نسائنا وصار طخ عليهم قتلهم؟ اطلق عليهم يمكن 10 رصاصات. بعدها عالطفلة وعائمة بنت يمكن عمر كانت 18 سنة وكمان 21 سنة وامها وابوها اربعة وكلب صغير. والكلب قتله؟ كم طلقة؟ مش عارف يعني كل واحد يمكن طخ، هذاك طخ يمكن 10 طلقات الأول، تانيين كل واحد طخ طلقتين ثلاثة زي. الصبية كانت مسلحة كان معهم أسلحة يدفعوا عن حالهم؟ لا ما طلقوش نار من النار بس هذاك أجا هيك وقف صار يطخ هيك شكل صار يرش بشكل همج. وهذا هيك هذا في القرآن هيك بقول الإسلام؟ لا حسب الدين الإسلامي. مش أنت إسلامي؟ الدين الإسلامي بيقول لك هيك تعال اقتل. لا لا خليني أفهم،
هذه التصرفات انت ما بتشوفها يعني مش زي داعش هيك قتل المدنيين عشوائيا؟ صحيح. الدين منع عن يعني النبي قال لا تقتلوا امراه لا تقتلوا طفلا لا تعقروا امراه لا زي فاهم عليك. الدين ما بحث على التشويه والتنكيل يعني حسب ما العمل اللي صار وانت ما شفت ايش الفرق بين هذا العمل لبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. طب حسب الاسلام هيك تفوت وتقتل ناس ويقتلوا اطفال و... لا مش من الاسلام قتل اطفال. طب شو اللي صار؟ الدين الاسلامي يقبل هيك؟ ابدا. قلت لك انا لا تقطع شجره. يعني يحيى في اسمين في العالم عملوا اللي انتوا عملتوه. داعش وحماس. مسموح انك تقتل مره هيك؟ ليش القتل هذا كله؟ شو اللي صار؟ مضحوك علينا احنا منه. مغرر فينا ومضحوك علينا منه. من مين مضحوك عليكم؟ انت عين حماس. شو؟ قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. يعني هيك بتفكر انت؟ هيك بفكر. يعني هم اللي في قطر واللي في تركيا وبيحكي باسم الأقصى والمسلمين وقاعد غاد وبعت لنا هنا. مين هذول اللي في موجودين في قطر؟ القيادة تاعت حماس. مين هم؟ أنا إسماعيل هنية، خالد مشعل. يعني هيك بيفكر يضحكوا عليكم؟ هيك ضحكوا علينا. هيك هم غاد وهي برضو أهلينا في غزة يعني قاعدين بنقصفوا. القيادة سبتنا. مين الأشخاص؟ بتقول حماس، مين بتقول؟ حماس كلها. حماس، لكن مين؟ روس حماس. مين روس حماس؟ السنوار، هنية، أبو خالد، هم دول روس. وأنت بتقول هذول دمروا غزة. في إيش دمروا غزة؟ في كل هاي. أنت شايف ضايل غزة؟ لا. ضايل غزة؟ لا. دمرت يعني غزة. مين اللي دمرها؟ بإيديهم وبإيدينا دمرنا غزة.